السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا درس من الصف الثالث الابتدائي، المحور الثاني، بيتكلم عن العالم من حولي. طيب، عندي درس بيتكلم على غابات البامبو، يبقى احنا كده المحور ده كله بيتكلم على ايه؟ على حاجات حولنا في العالم. طيب، الدرس عندي اسمه غابات البامبو. فين غابات البامبو دي؟ غابات البامبو دي في الصين. طيب، تعالوا كده نشوف القصة بتاعت الدرس بتاعتي. اول حاجه بيقول ايه؟ عندي ولد اسمه ادهم. بيقول ايه؟ اسمي ادهم وانا شاب مغامر، احب السفر والترحال. ليه بيحب السفر والترحال؟ لاستكشف العالم واكتسب المهارات واواجه التحديات. يبقى انا كده عندي البطل بتاع القصه بتاعي النهارده اسمه ايه؟ ادهم. طيب، صفات ادهم ايه؟ ان هو شاب مغامر يحب السفر والترحال. يعني ايه الترحال؟ يعني التنقل من مكان لمكان. طيب، ليه بيحب السفر والترحال؟ يستكشف العالم ويكتسب المهارات. يستكشف العالم ويكتسب المهارات ويواجه التحديات. طيب، بيقول أدهم قد سافرت إلى العديد من البلدان. سافر لبلاد كثيرة. طيب، نتيجة السفر ده إيه؟ وتعلمت لغات البلاد التي زرتها. تعلم لغات البلاد التي زارها. تعلم لغات وتقاليد البلاد التي زارها. وتعلمت لغات البلاد التي زرتها وتقاليدها. ذات يوم أخذت أتصفح كتاب يومياتي لأتذكر رحلتي إلى الصين منذ 10 سنوات. يبقى أنا كده فهمت إني أدهم سافر الصين من 10 سنوات. طيب، لما سافر الصين عمل إيه؟ كتب مذكرات لي عن الرحلة دي. طيب، يبقى هو راح فين؟ في الصين. فين بالضبط؟ في غابة خزران. في غابة خزران أو ما يطلق عليها البامبو. يبقى انا كده عرفت ان غابة خزران هي ايه؟ هي البامبو. يبقى انا كده اسم الدرس بتاعي غابات البامبو او خزران. طيب، يبقى كده خزران هي البامبو. طيب، بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي بعد كده ان الغابة دي، هقول لكم عنها معلومة، ان الغابة دي كانت مليانة من حيوان الباندا. فبيتكلم عن الرحلة، بيقول ايه؟ ولقد كانت بالفعل رحلة ممتعة. كانت رحلة ممتعة ومليئة بالمغامرات. ومليئة بالمغامرات. ولقد كانت بالفعل رحلة ممتعة ومليئة بالمغامرات. يعني أدهم اتبسط جدا في الرحلة دي وقال إن هي رحلة ممتعة. طيب، شاف إيه؟ ولقد شاهدت صور الباندا، صور حيوان الباندا وهي تأكل من نبات الخزران. يبقى أنا كده عرفت إن حيوان الباندا ده اللي قدامي ده يأكل من نبات إيه؟ يأكل من نبات الخزران والغابات الخلابة. فتحمست للسفر إليها مرة أخرى. يبقى كده أدهم لما راح أول مرة لغابات البامبو وشاف حيوان الباندا تحمس للسفر إليها مرة أخرى. طيب، ولكن كانت المفاجأة عندما سافر مرة أخرى. كانت المفاجأة، لقد اختلف المكان كثيرا عما سبق. المكان اللي راحه المرة دي اختلف عما سبق. ايه هو المكان؟ اللي هو غابات البامبو. وفي اثناء تجولي بالمكان وجدت عالم احياء. فتوجهت اليه وسالته، عاوز يسال العالم، هيساله ايه؟ هيقول له ايه اللي اختلف؟ فين الحيوان؟ فين حيوان البامبو؟ فقال لي ايه بقى؟ ما الذي حدث هنا؟ كيف تحول شكل المكان؟ واين ذهبت حيوانات الباندا؟ انا كده بيسال ايه؟ بيسال العالم، ما الذي حدث هنا؟ هو ايه اللي حصل هنا؟ كيف تحول شكل المكان؟ ليه شكل المكان اتغير؟ واين ذهبت حيوانات الباندا؟ العالم هيقول له ايه؟ فاجابني العالم للاسف، بسبب السلوك البشري اختفت معالم هذه المنطقه. ده في حاجه حصلت بسبب السلوك البشري اللي هو سلوك الانسان. معالم هذه المنطقه اختفت وتحولت. ايه اللي حصل؟ حيث قاموا بقطع سيقان الخزران. ادي سيقان الخزران دي ايه؟ عملوا ايه؟ الانسان قام بقطعها. طيب، ليه عملوا ايه بالسيقان دي؟ حتى يستخدموها في عمل الورق والاساس المنزلي. في عمل الورق والاساس المنزلي. يبقى ايه اللي حصل لغابات البامبو؟ ان الانسان عمل ايه؟ قطع سيقان الخزران. ليه؟ ليستخدمها في عمل الورق والاساس المنزلي. طيب، انا كده عرفت ايه اللي حصل للسيقان، ولكن ايه اللي حصل لحيوان الباندا؟ بالاضافه الى الصيد الجائر. الصيد الجائر يعني ايه؟ الصيد الجائر يعني معنى الانسان بيروح يصطاد الحيوانات. ليه؟ حتى يستفيدوا من فروها. حتى يستفيدوا من
فرو الحيوانات دي، يبقى بالإضافة إلى الصيد الجائر ليستفيدوا من فروه اللي هو فرو حيوان الباندا، وصار من الحيوانات المهددة بالانقراض، يعني اللي هي قربت تختفي. يبقى أنا كده عرفت إن حيوان الباندا ده كده خلاص بقى من الحيوانات اللي قربت تختفي، خلاص هتنقرض. يبقى أنا كده عرفت إيه ده كده بسبب السلوك البشري، بسبب السلوك البشري. طيب سأل أدهم أو نظر أدهم في أسوأ، قال الآن فهمت سر تغير المكان، فما دورنا للحفاظ على ما تبقى من غابات وحيوانات؟ ايه بقى احنا هنعمل ايه عشان نحافظ على الغابات المتبقية وعلى الحيوانات؟ اجاب العالم اول حاجة منع الصيد. منع الصيد، احنا لازم نمنع الصيد الجائر، لازم الحكومة تمنع الصيد الجائر. تاني حاجة انشاء محميات، انشاء محميات للمحافظة على الحيوانات من الانقراض، لازم انشئ حيوانات محميات علشان احافظ على هذه الحيوانات من الانقراض واحميها من الانسان. تالت حاجة توعية الناس باضرار قطع الاشجار، انا لازم اوعي الناس ايه اضرار قطع الاشجار، هقول لهم ان قطع الاشجار ده بيسبب في انقراض الحيوانات. شكر ادهم العالم ولكنه قرر عند عودته ان يقوم بحملة توعية، حملة توعية على الانترنت تدعو لإيه بقى الحملة دي؟ إلى الحفاظ على النظام البيئي. يبقى كده في أدهم فكر إن هو أول ما يرجع هيكون بحملة توعية على الإنترنت تدعو لإيه؟ للحفاظ على النظام البيئي. طيب تعالوا كده نشوف معايا معاني الكلمات. الترحال التنقل، الترحال التنقل. أتصفح أقلب الصفحات، أتصفح أقلب الصفحات. الخلابة الجميلة، الخلابة الجميلة. الجائر الكثير، الصيد الجائر يعني الصيد الكثير. انحصار، ان الصيد الجائر ده سبب في انحصار حيوان الباندا يعني كله، انحصار يعني كله. انقراض يعني اختفاء النوع، انا قلت ان حيوان الباندا اوشك على الانقراض، اوشك على ان هو يختفي، ان النوع ده يختفي. تفسد تضر. شاب جمع شاب، شباب جمع مغامر، مغامرون. جمع العالم، العوالم، في فرق بين العالم وفي فرق بين العالم، العالم العوالم. كتاب كتب. غابة غابات. العالم العلماء. سر أسرار. النظام الأنظمة. المهارة المهارات. بلد بلدان. يوميات يومية، يوميات يومية، مفرد يوميات يومية. مفرد مغامرات، مغامرة. مفرد سيقان، ساق. مفرد تقاليد، تقليد. جمع بلد بلدان. جمع سر أسرار. جمع نظام أنظمة. معنى الترحل التنقل، الترحال التنقل، الترحال التنقل، والخلابة الكثيرة. طيب نشوف الكلمة ومضادها. العديد القليل، العديد القليل. أتذكر أنسى. مليئة فارغة. الخلابة معناها الجميلة، يبقى مضادها القبيحة. اختفت مضادها ظهرت. انحصار معنى انحصار قلة، يبقى عكسها انتشار. تفسد تصلح، تفسد تصلح. تعالوا كده نشوف معانا بعض التدريبات. بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. أدهم شاب مغامر يحب السفر والترحال، يبقى صح. كانت رحلة أدهم إلى الصين رحلة مملة، لا هو قال إن هي رحلة إيه؟ رحلة ممتعة. اختفت معالم غابة الخزران اللي هي غابات البامبو بسبب عوامل طبيعية، يعني بسبب الطبيعة، ولا كانت بسبب إيه؟ بسبب السلوك البشري. يبقى مش بسبب عوامل طبيعية، لا بسبب السلوك البشري. يتغذى دب الباندا على سيقان الخزران، قلنا بصح يتغذى على سيقان الخزران، علشان كده لما احنا قطعنا سيقان الخزران الحيوان بدأ في الايه؟ في الانقراض. طيب تعالوا معايا نقرأ الفقرة الآتية. تقوم الحكومات بمنع الصيد وإنشاء المحميات للمحافظة على الحيوانات من الانقراض، ويجب علينا توعية الناس بأضرار قطع الأشجار لأنها تفسد النظام البيئي. طيب بيقول لي استخرج فعل، عايزة فعل. أنا عندي كلمة تقوم ده فعل نوع ايه؟ مضارع. طيب ايه تاني؟ يجب مضارع،
وتفسد، يبقى دي كلها أنواع إيه؟ أفعال مضارعة. يبقى تقوم ويجب وتفسد نوعها فعل مضارع. طيب كلمة جمع، عايز يستخرج من القطعة كلمة جمع، زي كلمة الحكومات مفردها الحكومة، المحميات مفردها المحمية، الأشجار الشجرة، الحيوانات الحيوان. وعندي لام قمرية، عندي حروف اللام قمرية مجمعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمه، زي مثلا ايه؟ الحكومات. وزي ايه تاني؟ المحميات والأشجار والبيئي. طيب كلمة تنتهي بتاء مربوطة، أنا عرفت الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. كلمة تنتهي بتاء مربوطة، توعية ومحافظة، آخرها تاء مربوطة، توعية ومحافظة. طيب بعد كده حروف الجر، أنا عندي حروف الجر 8، من وإلى، عن وعلى، في والباء والكاف واللام. حروف الجر اللي هنا عندي إيه؟ عندي الباء، وعندي إيه تاني؟ عندي من، الباء ومن، الباء بمنع ومن اللي هي من الانقراض. وكده درسنا هيكون خلص النهاردة، اتكلمنا على درس غابات البامبو، وعرفنا ان هي اسمها غابات الخزران، وعرفنا ان هي بتعيش في غابات البامبو حيوانات الباندا اللي هو مهدد بالانقراض، وعرفنا ليه الحيوان ده مهدد بالانقراض، وعرفنا ايه واجبنا او ايه واجب الحكومة علشان تحمي الحيوانات من الانقراض. وكده درسنا النهاردة خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.